بعد ما خلصنا الاهلي طبعا عنده مؤجلات عشان المباريات اللي عنده في السوبر ليج الافريقي، ايه رايك لكن مين؟ في موديست انت ايه رايك؟ انا بسالك كده. انا بسالك. لا بعيد بعيد، سيبك ان ممكن لسه مش جاهز، بس فنيا مفيش بقى، احنا في 2023 مفيش حاجه انا اسمها مش جاهز بتكلم في بقى. عبد الرحمن فنيا بعيد جدا عن النادي الاهلي. لا انا العب بكهربا سترايكر احسن من مودست بكتير. لا بعيد فنيا، مش كواليتي نادي الاهلي، مع احترامي ليه يعني، مش نادي الاهلي خالص. احمد عبد القادر واستبعاد دائم منذ بدايه الموسم، يعني بنزعل لما بنلاقي واحد بامكانيات احمد عبد القادر بره وعليه الكلام الكتير او اللغط الكتير ده. بص عبد القادر عبد الرحمن، يعني بشوف الظروف ونفس الظروف لما كنت في الاهلي شويه، ان هو عارف انت امكانيات بس لازم دعم، لازم هو ليه تصرفات شويه لسه عارف صغير، بس الطبيعي ان انا كلعيب ابن من الاهلي، لا ان انا زي ما انت بتقول اقف جنبه لو هو في حاجه غلط اساعده، انما ان انا ابعده مره واحده كده لا مش هتبقى في صالح النادي الاهلي، لان انت عارف النادي الاهلي هتحتاج اللعيبه كلها، انت ممكن لا قدر اصابات توقفات، فلازم اللعيبه كلها، وده اللي كان عامله كل الفتره اللي فاتت. انت لو كنت تيجي تتفرج على تطوير الرحمن كنت تلاقي روتيشن مش طبيعي، اللعيبه كلها جاهزه، فانا ان انت تبعد احمد عبد القادر ممكن يكون في حاجات داخليه، دي ميزه النادي الاهلي يعني عن تجارب، ممكن يكون في حاجه داخليه ما حدش عارف عنها حاجه، طاهر، محمد طاهر مش قادر، مش قادر لحد دلوقتي، ضغط الجماهير مأثر عليه. مش عبد ده، طاهر اللي كان مكسر الدنيا في المقاولين، ما انا لسه اقول لك طاهر مش ده طاهر اللي احنا عارفينه، مش امكانيات طاهر. الامكانيات طاهر بره الاهلي حاجه، من ساعه ما جه الاهلي لا مش ده طاهر، باستثناء ماتش او ماتشين تمام، لكن النادي اللعيب اللي يجي النادي الاهلي يا عبد الرحمن لازم كل ماتش احسن من اللي قبليه. طبيعي ان في ماتش ممكن يقع منك في نص، بس مش ان انا من ساعه ما جيت ما ممكن كان في فترة ضغط عليه اعلاميا وسوشيال ميديا والكلام ده كله، بس هو لعيب الاهلي لو هو مش لعيب اهلي يبقى ما كانش راح الاهلي، هو اللعيب اللي ما يستحملش الضغوطات ما يلعبش. الأهلي محتاج مراكزي من وجهة نظر. من وجهة نظري محتاج فيرود رقم واحد، محتاج باك ليفت مع عايز أقول لك حاجة بالمناسبة، كريم الدبيس من اللعيبة طبعا الهايلة في طبعا المركز ده. طبعا كريم الدبيس بيمتلك إمكانيات على أعلى طبعا، مستوى ولسه صغير ولسه صغير، طبعا. ومن معلوماتي لا ابتدى يقنع كولر، وكولر ابتدى عندوش مشكلة إنه يعتمد عليه، كريم لعيب كويس الدبيس لعيب جدا. كبير، بس انت بتتكلم زي ما انت بتقول يا عبد يبقى الرحمن حد موجود معاه برضه خبرة. بالظبط بالظبط ده اللي بتكلم فيه، او في ظل مثلا علي معلول موجود لازم ابتدي ادخله، ما اجيش فاهم قصدي مرة واحدة مره واحده اديله هتقول ايه ما فيش باك ليفت، لا ما هو انا لازم برضه حته ان انا اعمل روتيشن كمان في المكان ده، خصوصا ان علي علي من اهم مفاتيح اللعب في النادي الاهلي، بس خلاص طبيعي ان انت كسن ممكن مش زي اللي هتلاقيه يعني في فيرود وظهير أيسر وإيه كمان؟ فيرود وظهير ايسر و بس ده هم دول عنده المركزين ما اللي عنده بفتكرهم. النادي الاهلي عنده كل حاجه، ما مش ناقص. مين من اللعيبه اللي موجوده في الأهلي دي كانت تبقى موجوده في الجيل اللي أنت لعبت معاه ساعة مانويل جوزيه أو كابتن حسام البدري؟ موجود هيبقى عندك طبعا علي معلول بيبقى مفتقد يلعب لا ولا يكمل يبقى بص موجود؟ ان هو يلعب دي لا ما حدش هيجي يلعب، مع احترامي اللي موجودين طبعا حد مع الموجودين ما حدش هيجي يلعب، لكن انت بتقول يبقى يعني ممكن لو احتاجته تلاقيه عندك علي معلول، عندك محمد عبد المنعم، عندك انا وجهة نظر حسين الشحات، يعني في هتطلع مثلا لا حسين موجود ساعتها، وليد سليمان وموجود مش بركات، بنتكلم يا عبد الرحمن، احنا الناس اللي تبقى موجودة يعني يبقى موجود امكانياته تأهله ان تسمح هو لده. تسمح ان هو يبقى موجود في الجيل ده، انت فاهم قصدي؟ لكن ما انا بقول لك محدش هتلعب على وائل جمعه ولا هتلعب على متعب في عز متعب ولا ابو تريكه، بركات، محمد شوقي، حسام غالي، انت عندك منتخب مصر، بكلم بجد كنا يعني احنا موجودين في الاهلي والله منتخب مصر، بكلم بجد 3 بطولات افريقيا ولا بطولتين كنا احنا موجودين واحنا في النادي الاهلي، ورغم كده كنا بنشارك، فاحنا كده تمنا تمثال.